معلش يا دكتور، يعني في فيلم الناصر صلاح الدين كل حلفائك خانوك يا ريتشارد، حضرتك ذكرت دلوقتي، هل ده كان صلاح الدين ده ولا كان لا ده كان جماعة الصليبيين، حد فيهم بيقول على الملك ريتشارد ملك انجلترا قلب الاسد بيقول له كل حلفائك، هو الملك ريتشارد نفسه بيقول كده. انا بس استدعيت الجملة دي وانت بتقول لي تدفقات الاموال الاجنبية الدولارات يعني انها قلت. طيب خلينا نحط دي على جنب. لا مش قلت، لا في عجز يا استاذ، في عجز. تمام خلينا عجز معناها ايه؟ عجز معناها ايه؟ انت عندك مبلغ من الفلوس هنا، كان عنده حوالي 48 مليار دولار في يناير 22، نزلت كان عنده زياده ب 10 مليار دولار، نزلت للسالب. ما دام وصلت للسالب انت خلاص وصلت للنهايه. طيب ما عندكش بعد السالب، ما فيش موجب. تمام جدا. انا كان قصدي اقول ايه، هو كان من شهر كده او من اقل من شهر ربما كان فتح الباب مرة أخرى للأموال الساخنة ورفع فايدة وحاجات من دي، كان في انتظار أموال ساخنة تغطي له العجز ده أو يعني تعالجه شوية. خلينا دي على جنب، نرجع لجريدة الأخبار اللبنانية كانت نقلت عن مصادر السعودية إن السعودية أو الرياض قالت لن نصحح الأخطاء الاقتصادية والسياسية، يعني السياسة الاقتصادية أو السياسة أو الاقتصاد مهما كانت النتائج للسيسي. هنا بقى استدعيت جملة ريتشارد لما كان بيقول مع نفسه في خطاب نفسي كده كل حلفائك خانوك يا ريتشارد. هنا السؤال، هل تعتقد انه بعد رفع السعودية ايدها عن السيسي سياسيا واقتصاديا وحتى الاموال الساخنة لم تأتي كما كان ينتظر، هل تعتقد ان السيسي ربما يكون له ورقة تانية او ربما يعني يلوح في الافق حلول اخرى، أم أنه خلاص كما وصفت الفورم بوليسي أو ستيفن كوك الخراب؟ هو نفسه لو أنت فاكر كان في حوار بدأه سماه اقتصادي وقال فيه أن الأصدقاء والأشقاء الإقليميين قالوا لنا أن مصر وقعت ومش هتطلع دي. هو نفسه اعترف بهذا الكلام. لا السعودية مش هتقدر تحل له المشكلة حتى ولو عادت بقوة. هو كان بيعتمد على المال الساخن لأن المال الساخن بيعمل له دورة، يعني الدين القديم بجيب له مال ساخن جديد. السعودية مش هتقدر تعمل هذا الكلام. ما تنساش السعودية دخلها يعني حوالي تلت زيادة عن دخل مصر، 22 مليون سعودي مش هيشيلوا 110 مليون مصري. فكرة ان السعودية هتنقذه، انا السعودية ممكن تنقذ لبنان على فكرة انما مش هتنقذ مصر. بالنسبة للمال الساخن من اول ما جاء وزير المحافظ الحالي كل اللي بيعمله كانت اجراءات علشان يرجع المال الساخن. بس اهو افترض انا مال ساخن، انا راجل معايا فلوس وعايز استثمر في مصر، انت بتديني وصلت الوقت الفايدة 25% انما التضخم عندك 40%. فانا هقول لك الفرق بين ال 25% او ال 40 دي بتعتبر فايده بالسالب عليا في الحقيقيه. سيبك من الرقم، الرقم الدفتري مش الموضوع، الرقم الحقيقي هو القيمه بتاع الدولار او الجنيه بالنسبه لاسعار السلع. فهو لما يبقى عنده بيدفع 25% فايده وعنده تضخم 40%، المستثمر في المال الساخن هيقول له ارفع الفايده بتاعتك فوق ال 40%. اقوم انا في الحاله دي ابدا افكر، لان يبقى كده الفايده بقت تبقى ايجابيه. كم هيرفع هو فوق ال 40%؟ ده كلام خرافي مستحيل. الجزء الثاني برضو وانا مش فاهم ليه هم يعني ما فيش امانه ليه في العرض، ما اقصدش بيها عمليه اخلاقيه، انا بقصد بيها على الاقل مجرد المجهود، ان الديون المصريه اللي في الخارج دلوقتي قيمتها قلت بحوالي 60%، بعضها 40%، بعضها 80%. في سندات وديون لمصر في الخارج بتتباع في السوق السنويه، يعني الاول الشخص اللي اشتراها الاول بيبيعها لحد تاني والتاني للتالت وهكذا. قيمتها دلوقتي بتوصل في المتوسط ناقص حوالي 60%.
فايه الداعي ان انا اشتري اسهم سندات من مصر او ديون من مصر وهي في السوق ناقصه؟ فينسى حكايه المال الساكن، خلاص عدت. وهو نفسه قال ان انا اتلدعت 4 مرات لانه لا يعتمد عليه، انما مش بيكملوا. هي عمليه ياس.